خشيران دوزوها في مدينة هنايا أمشي نتزاور نشر صافي هادشي اللي كاين بالبلا شرعاف راس العام فهمتي زايد الريات زايد تيتيز العيبات شرعاف صافي هادشي اللي كاين الله يدوزو عنا بالخير والسلام وما تشدوش مع ماي الوقت وصافي هادشي اللي بغيت لا ما نسكتش أختي أنايا لا مش عندي الوال البنات بارك علي أنا الزول نشاط زواني زواني اول حاجه غندوزو مع وليداتك الاولى غنقول لمدام صوبلي شي دجيجه وشي شي لعيبه بحال هكا ومي راس العبد الحلوه ما تدخلش للدار بعدا الاولى بعدا الحلوه ما تدوش شي سمانه نجيبها ما تجيب اول حاجه ما نحتفلش به حيت السنه ماشي ديالنا حنا ديال النصارى نحتفل راس السنه الهجريه هي اللي خصنا نحتفلوا بها ديالنا ديال المسلمين هذيك هي اللي خصنا نحتفلوا بها ونسميت اما السنه عبد الصحه وراحه ما غنحتفل بها ما والو غنحتفل ولكن في داري ما حالي ما غنخرج ما غنبلبلها ما غندير حتى شي حاجه خارج نصلي عشايا نتعشى مع راسي نريح مع وليداتي وبخير وعلى خير هذاك هو راس العام الزوين شي كلمه المغاربه الله المهم هذه السنه نقولوا الله يدخلها بالصحه والسلامه واخا ماشي ديالنا والمغاربه ان شاء الله يدوزوها بالصحه والسلامه هما وليداتهم والعائله ديالهم كلشي يكون بخير وعلى خير وكل كلشي مزيان اللي بغى يحتفل حر اللي ما بغاش يحتفل ما يحتفلش اللي عارف الدنيا عارف القضيه ديال الدين والرسول صلى الله عليه وسلم والسنه ديال الهجريه بغى يحتفل بها يحتفل كل واحد حرف نفسه غيبغى يشري حلوى تقول لي لا انت ما عمرك شريتي حلوى لا جامي لا كنشريها هي بيت العاديه والله لا كنشريها هي والريب العصيرات ولكن اليوم بالضبط لا كندوزو في كازا هنا كندوزو بخير كلشي مزيان كندوزو بخير الحمد لله كيف كتدوزو مع من كتدوزو واش كتحتفل؟ كنحتفل برأس السنة ديما كل عام كنحتفل مع الأصدقاء مع الأحباب مع الإخوان مع العائلة مع الأصدقاء بزاف هادشي ولكن وكنقول لهم كنهنئ لهم راس احتفال برأس راس العام هاد العام احتفال جميع المسلمين كاملين هادشي ولكن الدار ما كيخليوش يخرج في راس العام كندوزوها في المنطقة كذاب عليك كذاب واش؟ وضعني كتحتفل المغاربه بخصوص راس العام بركوا في ديوركم كاينه الحمله هادشي غادي نقول لهم اش غادي نقول لهم المغاربه يحاولوا انهم ما يديروش شي حاجه اللي هي خايبه في الليل المهم ما يخسروش فلوس في والو ما يديروش شي حاجه اللي هي غاف ويمشيو دوزوا البونه مع والديهم هادي مناسبه زوينه باش يتقربوا مع العائله اكثر وهكا هادشي اللي كاين إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma